أنا دكتورة سوزان دباشا، هي بتشتغل أستاذ مساعد في جامعة من الجامعات الصينية وموجودة في مدينة ووهان. دكتورة سوزان أهلا بحضرتك معانا أولا. أهلا أستاذ شريف، أهلا بحضرتك، طمنين عليكي أولا وعلى صحة كل اللي حواليكي. والله الوضع هنا مش مستتب خالص، يعني الناس كلها هنا أكيد صاحية ليل ونهار، خايفين مستنيين أي قرار من السفارة المصرية بشأن ترحيل الجالية المصرية من مدينة وهان. طبعا احنا هنا معظمنا انت بقى بالك قد ايه في ووهان؟ دي السنة الرابعة بتاعتي، دي السنة الرابعة من 2016. وعارفة بقيتي عارفة البلد خلاص؟ البلد دلوقتي مقفولة خالص فعلا؟ مقفولة من يوم يعني يوم 22/1 تقريبا، أعلنوا حالة طوارئ وحالة حجر صحي في البلد، تم خلالها قفل كل المواصلات شمل الأتوبيسات والمترو والطيارات وكل حاجة، حتى الناس اللي كانت حاجزة آخر واحد إن هي تنزل مصر دلوقتي ما عادش في أي طيارات حتى تنزلها، يعني خلاص الرحلات بتاعتها كلها اتأجلت، البلد كلها اتقفلت، المدينة كلها اتقفلت، المدينة كلها اتقفلت تماما، ما فيش أي حد ماشي في الشارع نهائي، لأن حالة المصابين كانت يوم 25/1 حوالي 2700 حالة. طب حضرتك أستاذة في الجامعة؟ الحالات 4600. حضرتك أستاذة في الجامعة؟ دكتوراه. حضرتك بتعملي دكتوراه؟ طيب بتروحي الجامعة ولا بطلتي تروحي الجامعة؟ هندسة الوراثية. طبعا ما فيش جامعة دلوقتي خلاص. ما فيش حاجة، ما فيش أي نوع من التجمعات، ما أنا بسأل عشان كده. لا ما فيش دراسة. طبعا ما فيش دراسة نهائي، لأن الصينيين أصلا خدوا الأجازة من يوم 20/1 خلاص، الأجازة الصينية، بعدها بيومين على طول لقينا إن في حالات بتروح المستشفى بالذات في ووهان هنا. أيوه. اكتشفنا إن في سوق للحيوانات. أيوه اتكلمنا عنه. طبعا هم فعلا الصينيين بياكلوا الحاجات دي، لقينا في حالات كتيرة جدا راحت المستشفى، يعني في 62 مستشفى أصلا في ووهان. أنت تعرفي حد دكتورة سوزان، أنت تعرفي حد أصيب بالمرض؟ بالفيروس؟ يعني حد سمعتي عنه في الجامعة معاكم؟ مش بنختلط بيهم. نعم؟ لا لا لا، في الجامعة كجالية مصرية دلوقتي ما فيش أي إصابة الحمد لله، بس كلهم طبعا المصابين دول صينيين والمستشفيات مليانة مليانة. بس الحمد لله أنت في محيط الناس اللي تعرفيهم، يعني حواليكي ما فيش حد الحمد لله أصيب؟ لا الحمد لله ما فيش إصابة، يعني السفارة المصرية على اتصال بينا على برنامج الويتشات، الأستاذ محمد عبد المنعم. أي. بيتصل بينا دايما ومعانا ليل ونهار بصراحة، يعني بس هي المشكلة إن في مناقشات من بين السفارة المصرية والسفارة الصينية بشأن إخلاء الجاليات بالذات، مش إحنا بس، الجالية الأردنية والسورية والعراقية. أي. والأمريكان وكله، يعني بصراحة كل الناس، بس لحد دلوقتي الحكومة الصينية ما كلهم بيطالبوا بإن الجاليات بتاعتهم ترحل بره مدينة ووهان، لأن العادات بتزيد كل يوم بالألف. طب أنا هسألك سؤال بس أخير علشان لسه عندنا كذا حاجة. دكتورة سوزان أنا عايز أسألك سؤال كمان، أنت دلوقتي ما بتخرجيش من البيت خالص؟ نهائي، بقالنا 10 أيام والله ما فيش حد. طب إزاي يعني ما بتقضيش مصلحة؟ ما بتنزليش تروحي تجيبي حاجة من السوبر ماركت؟ الدنيا ماشية إزاي؟ هو يوم الجمعة اللي فاتت 17/1 جبنا الحاجات بتاعتنا، كان زوجي بيصلي صلاة الجمعة وجاب لنا الحاجات على أساس إن في أجازة صينية هتقعد أسبوعين اتنين ناس قافلة. ومن ساعتها أنت ما خرجتيش من البيت؟ لا نهائي ما فيش خروج اصلا، يعني الحبسه لوحدها والخوف والوسواس، يعني واحد. انت اكيد بتكلمي قرايبك واهلك هنا في مصر صح؟ اكيد بنكلمهم على بتطمنيهم يعني اول باول الحمد لله، عشان هم اطمنوا كمان عليكي من التلفزيون. بنكلمهم والله الحمد لله، بس الحمد لله المشكله ان الاعراض المرض ما بتظهرش الا بعد 14 يوم، يعني ان شاء الله ان شاء الله الامور تخلص على خير ان شاء الله، وربنا يحفظك ويسلمك انت وكل اللي حواليك يا دكتوره. دكتوره سوزان باحثة في جامعة من الجامعات الصينية في ووهان وبتدرس أو بتحضر للدكتوراه. معانا برضو شاب مصري تاني، الدكتور أو الباحث علي عطية، برحب بوجودك معانا. ألو مساء الخير. مساء النور، أهلا بيك، إزيك؟ تمام الحمد لله بخير. تمام الحمد لله، طمني أخبارك إيه وأخبار الناس اللي حواليك إيه أولا؟ احنا الحمد لله كويسين، قاعدين في سكن الجامعه. ايوه انا في جامعه ووهان تكستايل يونيفرستي، جامعه ووهان للغزل والنسيج كده. تكستايل يونيفرستي، اوكي ايوه مظبوط. هي جامعه هندسه. ايوه
احنا هنا حوالي 10 مصريين ايوه قاعدين في سكن الجامعه، ما بنخرجش كده ولا كده، ما فيش بقى. لكم قد ايه بقى ما بتخرجوش، ما اتحركتوش من سكن الجامعه؟ تقريبا من يوم 22 من يوم 22 لانه حاله الحجر الصحي. ايوه بنخرج بس نروح الماركت، والماركت اللي جنبنا تتسوقوا يعني تجيبوا حاجتكم؟ لا بس كل ده باجراءات يعني. ممكن توصف لي بقى الاجراءات دي ايه؟ يعني الشارع انتوا بتنزلوا ايه اللي بيحصل؟ هو ما فيش مواصلات، احنا بننزل من الدورم اللي احنا قاعدين فيه، بياخدوا بياناتنا ان احنا خرجنا بره الدورم الساعه كذا وكده، درجه حرارتنا كام، داخلين الماركت. يعني انت وانت نازل، معلش 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 يا استاذ علي، وانت نازل بتبلغ انك خارج من الاوضه، خارج من البيت، بياخد اسمك وبيقيس درجه حرارتك قبل ما تخرج. تمام. وننزل نمشي لغايه الماركت. ايوه. داخلين على باب الماركت مكتوب اعلانات ممنوع تدخل من غير ما تكون لابس كمامه. وعلى باب الماركت برضو بيقيسوا درجه حرارتك. ولما تدخل ولما تدخل ولما تدخل الماركت، لما تدخل السوق، انت قاسوا حرارتك وانت ماشي من البيت. لما تدخل السوبر ماركت ده ولما تدخل السوق بيقيس حرارتك هو كمان. في الماركت هو ما فيش اي سوق، ما فيش اي حاجه يعني. انا مسافه المشوار يعني بيقيس حرارتك اتنين. بنخش الناس كلها لابسه كمامات في كل مكان، مفيش بني ادم ماشي من غير كمامه في اي حته. كل الناس لابسه الكمامات على وشها. الاكل اللي محتاجينه، أي اللي احنا عايزينه، ونرجع تاني على الدورم على طول، يعني هو المشوار يا دوبك، ونطبخ ونعيش يعني، مستنيين الفرج. السلع موجوده، الاسعار اتغيرت، يعني دلوقتي البلد دي في ازمه، المدينه كلها في ازمه. في حاجة اتغيرت بقى على مستوى غير مسألة أخذ الحرارة والإجراءات اللي هي الخاصة بالحجر؟ السلع موجودة اللي أنت كنت بتعود تشتريها مثلا؟ موجودة، بس الحاجات اللي زي الخضروات والفاكهة المفروض تتجاب فريش فيها نقص، فيها نقص، أسعارها زادت لحد كبير. يعني النهارده مننا كان راح لأن الخضار سعرها مثلا، الطماطم مثلا كانت مش عارف سعرها كام، وصل حوالي 10 اكواي، ده كتير جدا احنا سعر الحاجه هنا يعني. احنا واحنا بنكلمك دلوقتي كنا بنعرض الصور اللي هي بيحصل رش للشوارع. ده حصل في الاول. ده حصل في الاول، مش يرش الشوارع كلها بالمبيد ده. بس كانوا منبهين علينا وعاملين اعلانات، يعني الجامعه بلغتنا ان الساعه 5 بي ام النهارده هيحصل رش اللي في الشوارع. انا مش عارف ايه نوع الرش ده بالظبط بصراحه، او بيعمل ايه او كده، بس قالوا لنا نوع من التطهير يعني في الشوارع في الساعتين دول يعني. حاجه زي كده. هل انت قلت لي بيتكشف عليك او بيسجلوا اسمك وبياناتك وياخدوا درجه يسجلوا درجه حرارتك وانت خارج وانت داخل السوبر ماركت، وانت راجع بيعملوا معاك ايه بقى؟ برضه تاني بيسجلوا نفس الاجراءات؟ نفس الكلام برضه يعني، لان هو ده درجة الحرارة ارتفاعها ده أول عرض من أعراض الفيروس، تتحول لمستشفى على طول. لو حصل يعني لا قدر الله. واقفين كل حاجة، بس أعطينا أرقام اتصال سريع، أي حد يشك في أي أعراض أو أي حاجة يلجأ على طول. عربية إسعاف تجي لك لغاية مكانك، هي اللي تاخدك وكده يعني لو حصل. إحنا عرفنا إنه في جروب معمول على، هو أنت عارف طبعًا إن عندنا إحنا الواتساب، بس هناك في الوي تشات اللي هو الصيني يعني. الخدمه الصينيه للحاجات دي. عرفنا ان في جروب معمول بالنسبه للجاليه المصريه عشان يتواصلوا مع بعض ومع السفاره. انت بتتابع الحكايه دي وبتتابع الاخبار دي؟ ايوه انا موجود، انا وزمايلي كلنا اللي هنا على الجروب ده. كم واحد بقى على الجروب ده؟ يعني انتوا كلكم على بعض، المصريين اللي موجودين في ووهان دول قد ايه؟ والله اللي موجود في الجروب تقريبا حوالي 400. 400 بس انا ما اقدرش اقول ان ده فعلا هو العدد، ما تقدرش تحدد طبعا. معلومه جديده يعني. ربنا يسلمك دايما، و خلي بالك من نفسك وخلي بالك من صحتك، وكل المصريين اللي هناك ان شاء الله ربنا يسلمهم ويحفظهم. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ علي عطيه، او الدكتور الباحث الدكتور علي عطيه في جامعه
هندسة الغزل والنسيج في مدينة ووهان في قلب البؤرة الخاصة اللي ظهر منها الفيروس الجديد كورونا فيروس بنسخته الجديدة. حاولنا بس ننقل لحضراتكم يعني ايه صورة للتفاصيل للحياة شكلها ايه بالظبط في ووهان على لسان طبعا اهم ناس احنا نهتم بيهم وهم اهل واخوة مصريين عايشين في ووهان، ربنا يسلمهم ويحفظهم.